فعالية معرض جايتكس أفريقيا تتواصل وسط إقبال كبير للزوار من مختلف الجنسيات والتخصصات التقنية لاغتنام فرصة غير مسبوقة بالقارة الأفريقية. تتوزع الغايات بين عقد شراكات تجارية والبحث عن أسواق جديدة واعدة وبين الاطلاع على جديد التكنولوجيا وما تعد به في السنوات المقبلة. نحن من الزوار المستمرين ديال جيتكس في دبي، وهذه الصفه الاولى ديال جيتكس افريقيا. اونيتي لي برومي جينا لهنايا، شاركنا من تقريبا من ديسمبر حتى انا الاعتمادات ديالنا باش نشاركوا، لاننا احنا متاكدين باللي هذه الفرصه هذه غتكون سانحه لا لشركتنا ولا للشركاء ديالنا في المغرب اننا نستقروا وندخلوا لافريقيا عن طريق المغرب ان شاء الله. المشاركه مهمه وفعاله، لأن جايتكس أول مرة يكون في القارة الأفريقية. المغرب بلد مهمة، المغرب تعتبر البوابة الرئيسية من ناحية الشمالية لأفريقيا، فأنا بهني المملكة المغربية على نجاح جايتكس لأول مرة، ونتمنى نشوفه كل سنة. في اليومين الماضيين في جايتكس قابلنا عملاء مهمين وشركاء مهمين. جايتكس أفريقيا يمثل فرصة مهمة للحاضرين للتعرف على أحدث التوجهات التكنولوجية في القارة الأفريقية والتواصل مع رواد الأعمال والمهنيين في هذا المجال. وبفضل دوره في تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة ستتوفر فرص أكبر للانتقال الرقمي في القارة. المديرية العامة للجامعة الترابية أطلقت واحد الورش كبير الرقمنة ديال الجامعات وديال المدن، والحمد لله بفضل هذا الورش تم تحقيق ورقمنة العديد من المساطر اللي هذه تمكن من اعطاء المواطن واحد الخدمات محسنه، وايضا الشركات الخاصه وشركات جميع المرتفقين. الكفاءة المغربية اليوم في مجال الأمن السيبراني يشهد لها عالميا، يعني عند يعني كبار الشركات العالمية، وهذا الحمد لله فخر للمغاربة والكفاءات المغربية. مجال الأمن السيبراني هو مجال واعد وله مستقبل كبير، خاصة مع ارتفاع معدل التعاملات على صعيد الفضاء الإلكتروني، يعني على مستوى المعاملات المالية أو المعاملات البنكية أو حتى الوثائق الرسمية. وستواصل أروقة المعرض احتضان الفعاليات العلمية التي تمكن الحضور من استكشاف الفرص الواعدة بأفريقيا خدمة لأجندتها الرقمية، والتي تتوزع بين الذكاء الاصطناعي والمدن الرقمية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية والرعاية الصحية والطاقة والابتكار وأهداف التنمية المستدامة.